اهلا وسهلا بيكو تاني. والله ما هخبي عليكو، انا مش عارف ابتدي ازاي، غرقان درايا وعرقي مرقي ومش محدد بالظبط ابتدي ازاي ومنين واقول ايه. لكن قلت ايه يا واد، خدهم واطلع بيهم في جولة سياحية مرشدة، اشتغل مرشد سياحي على الاقل لهذه السهرة. باختصار زي ما قلنا، السهرة عن المزيكا، يعني معظمها هيكون كلام عن المزيكا، رايح جاي، غنى، مزيكا، شعر، مزيكا تصويرية، اللي يطلع معانا. فمثلا عندنا الالات، علشان نتكلم عن الالات، في الات تخصنا قوي جوانا جدا، من اهمها مثلا الالة اللي بيعزف عليها هذا النجم السوبر ستار، هذا النجم فوق العادة. تيجوا نشوفه. مش بقول لك مستفز من الأولى؟ محرض يا عم سعد، مش مستفز، انت محرض، عازف محرض. الله يخليك يا استاذ عمار. Thank you.
الله عليك يا اخي والله العظيم تفرح. صحيح انه في آلات تخصنا قوي، لكن كمان في آلات بابي ومامي جدا ياي يعني. بس ايه رأيكم ما ممكن مزيكا من غير آلات؟ حصلت يا خواجة بجد، حصلت والله العظيم، وسهرتنا هتثبت انه ده حصل فعلا، حصلت مزيكا من غير آلات وقاموا البشر بدور الآلات. ازاي؟ مع الرجل الجميل الفنان سابق عصره اللي هنشوفه ونتكلم عنه دلوقتي حالا من خلال هذه السهرة. محمد فوزي ملحن ومطرب، قطعية خاصة جدا، قطعية من الحجم الكبير جدا. الحقيقة أهم ما يميزه أنه رائد في مجموعة من التجارب الموسيقية، أنه مثلا نقول عاش في الأربعينات، إبداعه كان في الأربعينات وفي الخمسينات وفي أوائل الستينات، لكن عينيه في الـ في الـ في القرن الواحد والعشرين، بدليل انه اغانيه لسه قاعده معانا لحد دلوقتي، وممكن تلاقوا الصيف الجاي مثلا ولا كمان سنتين ولا ثلاثه ولا عشرة شباب جديد بيعمل اغانيه تاني بتناول تاني بمنطق تاني، الاغاني موافقه والقماشه سامحه. عشان كده اعتقد انه ربما لم يكن له شبيه في هذا، في انه مستشرف ناظر دايما للبعيد، دايما شايف شيء تاني غير اللي حاصل في وقته. حياته مجموعة من تجارب موسيقية كثيرة جدا، ربما لا يخلو لحن لمحمد فوزي من تجربة، من فكر موسيقي خاص جدا. أهم هذه التجارب على الإطلاق الغنوة اللي هنقدمها دلوقتي، كلمة غنوة تكلمني طمني. ليه؟ لأنها غنوة بلا موسيقى، بلا موسيقى ازاي، اقصد بلا موسيقيين، بلا فرقة، غنوة من البشر والى البشر، البشر بس هم اللي بيغنوا، هو بيغني شخصيا والناس بترد عليه وناس وكورال بيردوا عليه. الكورال ده اتقسم ازاي؟ منظوره للاغنية دي هو هيقدمه بنفسه في الفيلم. تعالوا نشوف ونسمع الحتة دي وهو بيقدم فكرته ايه بالظبط في الفيلم. اهي عاوزين ايه؟ اغني لكم ايه؟ كلامي. ايوه بس مفيش اوركسترا.
عايزين تعملوا الكسرة. طيب انتوا تعملوا كونترباسات يلا، وانتم تعملوا كور، وانتم تعملوا كمانجات يلا استعدوا. انتوا تعملوا كونترباسات، انتوا تعملوا الغليظ الشل والباص مجموعة الوتريات الغليظة، وانتوا تعملوا كورس او كورال يغنوا تردوا عليا، وانتوا تعملوا كمانجات. خلاص اتقسمت الحكاية لأدوار. قبل بقى ما اخوض في هذه الاغنية ونتفرج عليها ونسمعها، الحقيقة يهمني اقول حاجة. قريت في بعض الناس كتبت وبعض الناس قالت كلام غريب جدا، قالك ده اصل الفرقة ما جاتش، أم محمد فوزي اضطر يعمل كده. هذا جهل وإسفاف وسخف الحقيقة. يعني أنا آسف أقول كده، لأنه دي غنوة. لما أقول كده أنا بقتل دماغ هذا الراجل، أنا بقتل فكرة ربما قتلته لحد ما عرف يعملها، أنا بقتل رؤية موسيقية جاب فيها موسيقي كبير آخر، موزع كبير آخر أنا مش عارف هو مين، لكن يعني حصل دماغين طقشوا في بعض وطلعوا هذه الفكرة اللي حرام نقتلها بهذا السفه وهذه التفاهة وهذا الافتئات الحقيقة، لان ده تأليف، وتأليف سخيف، وتأليف غير واعي وجاهل في الحقيقة. يعني دي فكرة اللي يقول عليها الانجليز premeditated، دي فكرة مخطط لها ومقصودة تماما تماما، مش فرقة غابت وفرقة ايه العباطة اللي احنا بنقول. ليه مصرين ان احنا نهدم دماغنا ونهدم وجداننا ونطلع الشباب فاكرين ان كل الحاجات بتطلع كده هبولي؟ ما حصلش الكلام ده. واللي هنشوفه دلوقتي هيقول انه ما حصلش بالفعل، يعني الكلام ده غير صحيح. هناك فعلا ثلاث ادوار مكتوبة بجد، مكتوبة موسيقيا لثلاث مناطق كورال، البساط وعاملينهم الرجالة الغليظ، والستات عاملين السوبرانو وعاملين الرفيع، عاملين الكمانجات مكان الكمانجات يعني، وفعلا كورال حقيقي بيغني وفوزي بيغني. طيب هنتفرج على هذا الكلام من بداية الأغنية. ده الشلوهات، ادي ردة الكمانجات، شلوهات تاني، الكمانجات انصامل بقى مع بعض كلهم. بس هنخش على الغنى بعد كده. طيب نفترضها هنا، لو افترضنا ان دول كمان جاتهم، احنا مقام الكورد على فكرة، والوحدة فالس تلاتة تارارارارام بارارارارام، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. طيب لو افترضنا انه دلش اللي هاتهم، ترد الكمانجات، مع بعض ما هو اذا مفيش مجال اطلاقا ان احنا نقول انه المسألة وليدة الصدفة. لا طبعا، لا، لو لسه اللي جاي كمان، ده اللي جاي هو الموضوع ده يعني كده الراجل بيشرح الموضوع. نسمع بقى من اول غناء، اتفضلوا. كلمني طمني لوحده خالص، خلي بالك اولهم اهو بساط، بس اللي بتشتغل هم رجالة البساط. طل بعدك طل هجرك، فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كاويه النار نار يا حبيبي. ده كلام، ده الناس بتتكلم في مناطق محددة، هنسمعهم تاني هتلاقوا ساكتين في حتت وبيقولوا في حتت. يا ترى ده معناه انه الاوركسترا ما جاش فهم بيتكلم؟ نسمع اهو، ساكتين خالص اهو. كلمني طمني هيخشوا الجاية يا حبيبي، ويسكت. طل بعدك طل هجرك فين عهدك، ويخش يا حبيبي، ويكملوا بمنطق تاني، بام 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 نار نار يا حبيبي. طيب لو ده بقى مش مكتوب،
ما كانش يبقى بيقفلوا معاه نار نار يا حبيب. ده معمول للباص طبعا، معمول للرجالة بتغني مكان الباصات. طيب نكمل ونشوف الكورال نفسه وهو بيغني مع بعضه وتفعيلة الكمانجات اللي مكتوب فوق. ده بتسمى على فكرة كاونتر بوينت، اللحن المعارض لحن تاني بيتقال على اللحن الاساسي. المفروض انه مكان الكمانجات نسمع الكورال ونسمع اللي بيتقال معاهم. سمعتوا طبعا الـ 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 البنات اللي عاملين كمانجات هما بيقولوا الحته بتاعت دول، ده شغل كانه كمانجات اللي هتلعب. الكورال دول ناس بتعرف تقرا وتكتب، ناس حفظوا وناس عملوا بروفات. المنطق ماشي كده في الكوبليهات. بصوا برضو فوزي هيغني هما معاه اهو. كلمني مره وقول ترارارا، ده الكمانجات. كلمني ليه على طول لارارا، وارحم قلبي المشغول وبعت له مره رسول. لازمه بص بص بقى اللازمه دي، بص مقسومه ازاي. ترارارا فوق كمانجات، وبعدين الشلوات ترارارا. يعني مكتوب طبعا. لا لا مفيش كلام، نسمع اللازمة تاني. لك حق تفرح فيا، شوف الزليل برضو نفس المنطق اهو ده الى اخره. اذا الحكاية محسوبة ومكتوبة والفكرة تخص صاحبها فعلا تماما، وفكرة غير مسبوقة ومحدش عارف يعمل زيها، وعلى فكرة صعب جدا يتعامل زيها. يعني مثلا مجموعة صبح بدير تعرف تعمل الكلام ده، لكن برغم من كده محدش تصدى له، محدش عمله بالعربي فينا كلنا، وهذا تقصير منا جميعا. سده محمد فوزي. من خلال هذه السهرة يا جماعة كمان، او اعتقد ربما يكون من اهم الادوار اللي مفروض هذه السهرة تلعبها من وجهة نظري، هي التقريب بينكم وبين كلمة تكنولوجيا. ايه دور التكنولوجيا في المزيكا؟ ايه اخر حاجة بتحصل في عالم المزيكا تكنولوجيا؟ ماذا تقدم لنا التكنولوجيا من جديد في عالم المزيكا؟ مثلا من خلال هذه السهرة هنقدم امثال هذا الجهاز اللي هنتعرف عليه بعد شوية صغيرة جدا. جهاز اقترنت فيه العقلية الامريكية ممثلة في السوفت وير او البرمجة، والعقلية الصينية والعمالة الصينية الرخيصة والممتازة جدا ممثلة في الهاردوير او الجهاز نفسه اللي بنحتك بيه ونتعامل معاه. امتزجت العقليتين دول، الامريكاني الصيني، واحد بيقدم لنا سوفت وير والتاني بيقدم لنا هاردوير، علشان في الاخر يطلعوا لنا العفريت اللي هنشوفه دلوقتي. اهدي يا سيدي، ياما في الجراب يا حاوي. اهي كاميرا، بتعمل ايه الكاميرا؟ نشوف دلوقتي حالا هتعمل ايه الكاميرا. الكاميرا دي بتركب في الجهاز ده كده، اهي بقت جزء منه خلاص. هنفتح الجهاز من هنا، ندوس ريكورد عشان اجهز الكاميرا انها تبتدي تصور. طبعا انتوا هتفوتوها لي، انا اللي هصور، انا يعني اللي يطلع يطلع بقى بغض النظر، احنا عاوزين نقول ان البتاع ممكن يصور يعني. نتوكل على الله، نحرك الكاميرا على ادي الديكور. قشطه يا ديكور، وادي والكنبه وجو يا رامي. رامي اهو، ونلف نلف. نفسي اجيب فكري مساعد المخرج بتاعنا. يا فكري خش على الكاميرا، يا فكري خليك جدع.
فكري جاي اهو فكري جاي، تعال فكره انا حسبت لك. عندنا مين كمان؟ هاني، يا هاني، محمود، محمود. لا استنى يا ابني اجيب نفسي بقى، قشطه. هذا عموره اهو اهو، انا اهو انا اهو، قشطه قشطه عموره. اوكي ناخد اللفه تاني. طيب يعني اذا جهاز الاركوس شعاره معروف يخلي اللي ما بيشوفش يشوف. ونجومنا في هذه السهرة على فكرة مش لازم تكون لهم علاقة مباشرة بالمزيكا، يعني مش لازم يكون مطرب صريح، مش لازم يكون عازف صريح، مش لازم يكون شاعر صريح بجد، لكن ممكن تكون له علاقة بشكل ما. يعني ممكن مثلا يكون سميع حلو مثلا، ممكن يكون جرب يكتب شعر وطلعت له غنوة واحدة وما قالش بعدها حاجة تاني، وممكن يكون نجم فوق العادة ومغني عقر كمان زي فناننا الكبير ده اهو. منور السهرة ومنور الدنيا، ومطرح ما بتيجي بتدي اشراقة وتدي جو جميل يخلي كل الناس. اديك حضرتك شفت، يمكن ما كانوش عايزين يبتدوا يصوروا، كانوا عايزين يقعدوا معاك. الله يخليك. طب كويس. وانا بذاكرك لقيت اسم استلفت انتباهي، ويمكن بره حدود السهره دي وبره منطقها حتى خالص. مين الشيخ العبطوني؟ هو كتاب بس كانوا مسمينه مدرسه، ولا زال موجود لحد دلوقتي في شارع جيش، على اول شارع اسمه شارع بير حمص. وكان ده اول كتاب ادخله، كانت ستي الله يرحمها هي اللي تجيبني لحد الكتاب الصبح، وتقول لي كل البياعين اللي واقفين ان اذا كان محتاج حاجه ادوه له. لان يتيم بقى انا بقى، فعشان خاطر يتيم ياكل الدنيا. هو ده العبطوني، الشيخ محمد العبطوني. فالشيخ العبطوني كان شيخ الكتاب؟ لا ده كان في مقام جوه. ده له مقام، مقام شخصيا. بس انا مش عارف العبطوني دي. طب ابن حتتك نجيب الريحاني، ايوه، اعتقد انه له تاثير قوي على، يمكن ربما حتى على حبك للفن، مش بس على شخصيتك هتستغرب ان انا شفت الريحاني على المسرح يوم واحد، مره واحده وفي احسن رواياته اللي كانت الدلوعه. لكن ما كلمتوش، ما سلمتوش ولا كلمته، ولا حتى كان ليا دخل بعلي الكسار، دول ملوك الكوميديا اللي كانوا موجودين في الوقت ده. اتفرجت على علي الكسار نص ساعة وبس، والريحاني اتفرجت عليه يوم وخلاص. انما اللي كان لازم اروحه كل اسبوع بثلاثة ساعة او ثلاثة ساعة ونص، حاجة من الاثنين. ونص فرقة يوسف وهبي في شارع عمر الدين في مسرح برنتانيا، او المسرح كانت فرقة رمسيس بقى وقتها، مش كده؟ ايوه برضه فرقة رمسيس. او الفرقة المصرية لتمثيل الموسيقى اللي هي دلوقتي الفرقة القومية. ده كان ايه، جورج ابيض؟ كان مين؟ كان كل النجوم بقى، حسين رياض وجورج ابيض وزكي طليمات وعباس فارس وزكي رسلم، كل الناس دي كلها كانت هناك. وكنا بندخل برضو البلكون عاملينه للطلبة، انا مش فاكر بخمسة تعريفة ولا بتنزل ثلاثة ونص في الاوبرا. الحقيقة لما جيت أعمل هذه السهرة كان في دماغي برنامجي اللي قعدت أعمله في الإذاعة، ولا زلت بقالي دلوقتي حوالي مثلا 15 سنة، غواص في بحر النغم. كنت مهتم جدا بإني أحقق أحلامي هنا اللي ما كنتش قادر ولا زلت ما أقدرش أحققها من خلال غواص في بحر النغم. ليه؟ لأني كنت بحلم مثلا بفقرات
ما يقدرش الميكروفون لوحده يساعدني في تقديمها، لازم الصورة جنب الميكروفون. في نفس الوقت كان قلقي ولا يزال مستمر، هل يا ترى هننجح صوت وصورة زي ما نجحنا صوت بس؟ هل يا ترى الصورة مش هتكسر حالة الخيال اللي بيخلقها الصوت لوحده؟ لكن المؤكد على اي الاحوال انه فقرة زي اللي هتشوفوها دلوقتي واللي هتبقى موجودة معانا في كثير من سهراتنا ما كانش ممكن تتحقق من خلال الصوت فقط ابدا. يعني اذا حققت حلما لم اكن لاستطيع تحقيقه من خلال غواص في بحر النغم فقط. نتفرج ونسمع ونحكم. القانون اهو، هذه الوحدة اهو، العود اهو، وتريات فلوت مع دموع فؤاد سعاد، والدخان دخلنا على زي ما انتم شايفين الاوضه الثانيه مع الكمانجات. رجعنا لها تاني مع الهرب والقانون بدموعها، وكان القانون والهرب قطرات دموع، ووحده وحبسه. اذا قولي يا اسماء انت بتعزني قداني ما بعزك؟ واللي بدها اقول يخرب بيت جمالك كنت الجوز، يخرب بيت جمالك. الست دي فظيعه، الست سناء جميل ده الله يرحمها، وهو صلاح منصور. اول ما دخل الحوار طبعا لاحظنا الكت انتهى، المزيكا انتهت ولا نفس علشان يوسع للست الجميله دي وهي بتتكلم. هذا مشهد بنكمل علشان نشوف حاجه من اهم حاجات اللي بيعرفها كل من كتب للموسيقى التصويريه. اتفرج على حاجه اسمها افيه. افيه اي مؤثر، بياخد تعبير وش، بياخد حاله نفسيه، بياخد صدمه، بياخد خضه. هذا الافيه الموسيقي بيجي مباشره بعد ما بتقول له طلقني ورجع لي ال 200 فدان. يا تراجع عمر، طلقني اطلقك واضربك بالمش عارف ايه، طب رجع لي ال 200 فدان. يجي الافيه ونلاقي صلاح منصور بيتحول 180 درجه، برضو الحقيقه مشهد لا يقاوم. خالد نتفرج على الافيه ده والنبي. تعمل انت عايز ايه؟ وترجع لي ال 200 فدان بتوع ابرهم وحساباتهم من يوم ما اتجوزتك. هوب حيلف رأيي بيرجع. بص عيب يا حفيظ، مش ممكن جماله، مش ممكن جماله. يعني الليالي جايه كتير، الليالي يا حبك الليالي كوب وطلق كوب. انا كانوا كان طبعا ما كانش ممكن يعني الكلام على المزيكا التصويريه، بس اسيب حبكت اسيبها ازاي يعني؟ الحقيقه ما قدرتش، معلش سامحوني. من خلال هذه السهره كمان نقابل سوا ناس عرفتهم في حياتي، هنستعرض مذكراتي، والحقيقة مذكراتي جزء من حياتي ما اقدرش خالص لا انكره ولا اتجاهله ولا انساه. بمعنى ناس انطبعوا جوايا، ناس اثروا فيا، احداث انا ربنا انعم عليا بذاكرة من اللي بيقولوا عليها ذاكرة فوتوغرافية، بتصور الاحداث وبتعرف تحتفظ بيها، بعرف احتفظ حتى بصوت الحدث، بالصوت اللي كان حواليا لحظة الحدث، بشم الريحة اللي كنت شاممها لحظة الحدث. عشان كده ربما احداث كتير كانت تستاهل من وجهة نظري ان انا احكيها لكم، ان انا اشارككم معايا فيها، نعيشها سوا، نسمعها سوا، يمكن مش هبالغ لو قلت نشوفها نشمها حتى سوا، نعيشها لحظة بلحظة. تيجوا نتفرج ونسمع واحدة منهم. أصدقائي المشاهدين، المطرب الشاب الطيب الجميل بيحب بنت النجم الكبير وعاوز يتجوزها، البنت بتحبه جدا وعاوزة كمان تتجوزه، النجم الكبير مش موافق، مش شايف انه صح انه يجوز بنته لمطرب. جاني المطرب وهو حبيبي وصاحبي، قال لي ما تتوسط عند النجم الكبير،
تعالوا نسميك كبير مؤقتا يعني بدل ما نقول الفاظ. قال لي متتوسط عندك كبير علشان اتجوز بنته. قلت له يا ابني يعني لا يزرجن ولا بتاع تبقى مشكله. قال لي والله ما هيزرجن، ده بيحبك جدا وبيموت فيك، ويمكن انت لما تقول له كلمتين يعني يرضى عني ويوافق. قلت له والله انا ده يعني يا بخت من وفق راسين في الحلال، انا هكلمه حاضر. كلمت النجم، كانت الساعة حوالي 3 صباحا. الميعاد ده بيكون هو اكثر صفاء ومستعد لانه يكلم حبايبه واصحابه وكده، وانا كمان بكون خلصت شغلي وفي حالة طيبة وممكن اتكلم يعني. مساء الفل يا كبير، ده انا بقول. مين اللي بيتكلم؟ عمار الشريعي. عمورة حبيبي، عمورة انت ارستقراطية فنية؟ انا ارستقراطية فنية. انت ابن بشوات؟ انا ابن بشوات. انت ملك موسيقى؟ انا ملك فن. انت حبيبي عمورة، بسمعك في برنامجك العظيم صياد في بحر اللؤلؤ. غواص في بحر النغم يا كبير. ايوه تمام تمام تمام، صياد في بحر اللؤلؤ. اسمعك انا، حب انا برنامجك، تعلم الناس مزيكا، في ثقافة عمورة، في ارستقراطية، في فكر عمورة، مشترك عمورة. امر عمورة عاوز ايه حبيبي؟ امرني. قلت له يا كبير هو مفيش حاجة الحقيقة، انا ليا واحد صاحبي مت، ما قلتش رب، وصلت لحد مط. قام قال لي ايه السك عمورة، لا بسمعك ولا نيلة، وبرنامجك وحش جدا، وزي العرف البرنامج اللي بتعمله صياد الزفارة ده اللي بتعمله في البتاع. افسك افسك، اولا لا انت ارستقراطية فنية، ولا انت بشوات، ولا انت العمل، انت من الشارع. اقفل اقفل، ما كلمش حد من الشارع. قفلت السكة ندمان على كل ما صدر مني. انا والله كل اللي قلته مط، ما اللي قلت رب كان جرالي ايه بالظبط يعني، انا مش عارف. الطريف اني قابلت الكبير بعدها بيوم او يومين في احتفال ما، واول ما قابلته خدني في حضنه وقال لي عمورة حبيب قلبي، عمورة ارستقراطية، بسمعك برنامجك العظيم صياد في بحر القلق. قلت الحمد لله، نسي الحكاية. من خلال هذه السهرة ايضا الحقيقة وفعلا انا جاد في اللفظ اللي هقوله ده، شرفت بلقاء رواد كثيرين للحركة الغنائية والموسيقية. ربنا يطول لنا في عمرهم ويديهم الصحة ويفضلوا دايما شموع مضيئة لينا نسترشد ونستهدي بمشاورهم. اللي فعلا مليانة خير ومليانة بركة. من أهم هذه الرموز، رموز الخير والبركة في حياتنا الفنية، من أهم هؤلاء الرواد اللي أنا اتشرفت بيهم وسعدت وفرحت جدا بيهم كانت مثلا هذه النجمة الكبيرة. قولي حضرتك كده جربي طبعا حلوة، وانت لو قلتها يا سلام تبقى احلى. والنبي انت جميل وقمر، والنبي تقولي حاجة، والنبي تقولي والنبي هتقول الناس كلها هتقول. طب اقول لك اقول لك اقول لك حاجة، قولي جنبي، انا اقول معاك، انا اتدرى في ظلك كده. طيب حاضر. يا شيخ على جمالك، قولي والنبي قولي. يا نسيني وانا عمري ما انسى حبك، تهجرني سنة يا شيخة
يا قساوي قلبك كمان والنبي كمان يا ناسيني وانا عمري ما انسى حبك. الله 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 تجرني سنة يا قساوي قلبك سنة وانا ولا على بالك سنة وانا يا شيخة ولا على بالك ولا مريت في خيالك. الله 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 ليه كده لك ذنبي انا الله الله عليك قولي عليك قولي عليك عليك يا ناسيني. يا شيخة ربنا يخليكي ويديلك الصحة والله شيء عبقري. وما كانش ممكن تكون سهرة مزيكا وتخلو من الدماء الشابة من الفكر الشاب من العواطف الشابة العواطف السخنة العواطف المتحررة المتحركة. والحقيقة انه ربما لما يكون عمار الشريعي اللي بيقدم سهرة موسيقية يمكن بعض الناس هتحط شوية قيود وتقول ما هو بقى هيقعد يقول لنا اللي بيغنوا حلو واللي ما بيغنوش حلو واللي مش عارف ايه. وانا هقول الحقيقة ايوة ما هو انا ما اقدرش اكون الا نفسي وما اقدرش اختار الا فعلا اللي انا بحس انهم بيغنوا حلو وبيفكروا حلو وبيحسوا حلو وفعلا واخدينها بجد. عشان كده كان لازم يكون للشباب نصيب في هذه السهرة. عندنا ضيوف كثيرين من الشباب ربما يكون من أهمهم هذا الشاب الجميل. بركة دعاء الوالدين ليوم الدين تحمينا من كل العدا الدين. بركة دعاء الوالدين ليوم الدين تحمينا من كل العدا الدين. وكلنا شاهدين وقلوبنا متاخدين وكلنا شاهدين وقلوبنا متاخدين. وأميرة راجعة أميرة بيعدي ياللي اكتشفت ان انت عشت في خداع وان ماضي العمر عالفاضي ضاع. ياللي اكتشفت ان انت عشت في خداع وإن ماضي العمر عالفاضي ضاع. إياك تقول مليت يا دنيا وداع. ليل الجراح راح الصباح بعدين. والدين ليوم الدين تحمينا من كل العدا الدين. بركة دعاء الوالدين ليوم الدين تحمينا من كل العدا الدين. وكلنا شاهدين وقلوبنا متاخدين وكلنا شاهدين وقلوبنا متاخدين. وأميرة راجعة أميرة في عبدي. يا قلبي لسه كل شيء مستطاع. صح صح كده وفتح عينيك الوساع. يا قلبي لسه كل شيء مستطاع.
صحصح كده وفتح عينيك الوسع وافرد جراح المد ومد الدراع لبكرة تلقى بكرة بين الإيدين يوم الدين تحمينا من كل العيد الدين بركة دعاء الوالدين ليوم الدين تحمينا من كل العيد الدين وكلنا شاهدين وقلوبنا متاخدين وكلنا شاهدين وقلوبنا متاخدين وأميرة راجعة أميرة دي عادي خلي بقى يقفل براحتي دي بتاعت اليابانيين مش انا انا ماليش دعوه والله حلو صور تيجي ناخد بتاع اليابانيين دي وازاي تكون سهرة غنى ومزيكا وما يبقاش فيها مكان كبير جدا للشعر؟ طبعا مكان رحب جدا وواسع جدا ومهم جدا للشعر والشعراء. والحقيقة انه برضو هرجع واقول لكم ما هو المشكلة انه كتير منهم اصحابي منهم مثلا هذا الشاعر الكبير اللي يصعب انه الزمان يدينا شاعر زيه وهو صديق من اصدقاء العمر بالتأكيد. لما تكون سهرة مزيكا وبيقدمها عمار الشريعي ومسؤول عنها عمار الشريعي لازم يكون هو احد ضيوفها بالتأكيد. كان شاعر صيني قديم بيقول ان الشعر هو اقتناص المعنى في قفص الشكل. مش لازم قفص الشكل ده يبقى مرحرح ده انا لازم اللي هي المقولة البلاغية القديمة موافقة المقال لمقتضى الحال ولو انه البلاغيين قالوا زيادة المبنى من زيادة المعنى بس في الاساس اساس البلاغة ان موافقة المقال لمقتضى الحال يعني ان الحاجة تبقى كلمة على قد الحكاية بالظبط كده مفيش رغي مفيش كلمة ورد غطاء مفيش فضول مفيش معضلة زي ما هم بيسموا يعني. ايوه ايوه تمام تسمح لي اقول تعبير وتوافق عليه او ما توافقش يا ترى نقول ان حرفت فكتبت الاغنية ولا توسعت وتفرهت وكبرت وفهمت اللعبة فروحت للاغنية؟ لا هو الواحد نضج بشكل ما يعني طبعا في البدايات الواحد بيبص العالم الاغنية في بداياته الشعرية حلمه انه يطول السما كشاعر اللي في دماغه مناظرتهم ومناطحتهم والحوار معاهم لوركا والوار واراجون دول اللي في البال العالم الاغنية المصرية فيما عدا استثناءات نادرة زي صلاح جاهين عفتاح مصطفى مرسي جميل عزيز كان عالما فقيرا شعريا يعني عالم بيسوده رصاصين الكلام يعني بعد الاختراع العبقري اللي عمله عم رامي بتأليف المونولوج مبكرا وهو والأصابجي ونقلوا الغنى المصري لمنطقة جديدة دخل الساحة كتير من رصاصين الكلام ما فيهمش شعرية رامي ولا عبقرية رامي النادر في وسطهم كانوا شعراء حقيقيين زي الثلاثة اللي انا ذكرت اسمهم جنبيهم اخرين يبدعوا احيانا لكن ما تاخدهمش على اساس انه مشروع شعري متكامل هاي. كنت تلاقي محمد علي احمد له قصيدة جميلة او اغنية جميلة ممكن حاجة عند صالح جودة جميلة لكن كل اللي بيعمله صلاح جاهين جميل كل اللي بيعمله مرسي جميل عزيز جميل كل اللي بيعمله عبد الفتاح مصطفى جميل هم حلوا هذه المعادلة كيف تكون قابلا للغناء دون ان تكون متدنيا طب ودول اللي بيقلبوا الكلمة لنغمة اللي بيلبسوها توبها ويخلونا نغنيها وراهم الملحنين ولاد كاري طبعا بالتأكيد لهم المساحة الاولى والكبيرة جدا في هذه السهرة خصوصا لما يكون ابن كاري حبيبي بجد حبيبي زي الملحن ده رحنا بغداد حفلة في الموصل اعياد الربيع
فكان مدام عفاف راضي الاستاذ محمد رشدي وبروجرام، فالفلوس ما عجبتش عمار صلاح العرام، بعت لنا الفلوس مع قاعدين احنا كلنا بقى في البهو بتاع الاوتيل في ريسبشن، والفلوس بيقبضها لنا عبد المنعم السيد اللي هو كان ماسك الفرقه. فعمار عازف الرق، على فكره عازف الرق جميل، عازف الرق المشهور الاول. هو طبعا هم مصر فيها حسن انور، محمد العربي، هشام العربي، عبد المنعم السيد، احمد صبحي، احمد صبحي، الناس الكبار دول اساتذتنا كلهم. المهم عمار ما عجبوش الفلوس، فقال انا هخرب بيت صلاح عرام، انا هعمل. فجه صلاح عرام بشويش شاور لنا كده محدش يقول، ودخل قعد محدش يقول، وشاف عمار بالزعق وهاي جدا. فعمار قال انتوا فاكرين انا بخاف منه؟ انا عارف انه جه وقاعد وانا مش هممني حاجه والفلوس دي مش هاخدها. فكلنا بقى طبعا متنا بالضحك، قلنا له طب قول لنا بقى ازاي انت عرفت؟ فصلاح عرام قال له وحياه امي بتشوف يا عمار. فعمار قال لنا تحليل بسيط جدا، قال جلال فوده عازف الجيتار المعروف كان قاعد على يميني، فهو بيتكلم صوته اتنقل على شمالي، وده ما يقومش ابدا لحد غير صلاح عرام. من هنا عرفنا سر انه عرف ان صلاح جه قاعد، عشان جلال فوده ده كان اهميه متعنطس قوي ما بيقولش لاي حد فعلا. فهو ما اداناش فلوس صلاح، ما غيرش لحد دلوقتي. وفي عينين هذه السهره وفي قلبها جوه 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 قلبها مزيكتنا الشرقيه، الموسيقى الشرقيه كموسيقى فقط. والحقيقه بتسعد هذه السهرة بأنها تكون السهرة الوحيدة في كل سهرات التلفزيون اللي بتضم دائما بين جنباتها هذا الأوركسترا وهذا المايسترو أحمد فؤاد حسن. يعني في طبعا المطور وفي المبتكر، هو دائما كان مبتكر، كان يحب يحط أفكار زي ما سيادتك قلت نزوة، فلقى دقات القلب انها ما تتعزفش بالقوس، يعني لقى ان هي دقات القلب تتعزف بالصوابع فقط. ودي ما حصلتش. اسمها ايه علميا؟ اسمه ايه ده؟ بيسيكاتو. بيسيكاتو بيز، مش كده؟ فيعني انها تعزف، يعني ما حصلتش في اي حاجه بالنسبه لنا يعني موسيقى عربيه ان مقطوعه بحالها تتعزف. ربما دي المره الاولى والاخيره، ما حصلش مقطوعة تانية تقريبا بتتلعب بيز كلها، بتتلعب بالصباع كلها. لا لا لا، وكأنه الكمانجات كانت ممكن تيجي الحفلة من غير اقواس يعني بتقلي عشان تعمل والله ممكن المقطوعة وعشان كده انا قلت نزوة في الحقيقة، او يمكن محدش فكر، حتى محدش فكر في التصدي له. لو سماها دقات القلب يعني، يعني فعلا حتى سرعتها تلاقيها سرعة واحدة من اولها لاخرها، سرعة واحدة منتظمة. لو تسمح لي ده مأخذي الوحيد عليها، لان دقات القلب عمرها ما كانت سرعه واحده. صحيح. دقات القلب انت عارف في حاله الحب مثلا بيدق بسرعه، او في حاله التوتر بيدق بسرعه، في حاله الهدوء والسكينه بيهدى وبيبطا وهكذا يعني. طيب بس هو ما فتكوش. لكن هو استعاض عن هذا، استعاض عن هذا باللعب مع القرار والجواب، باللعب مع العالي والواطي، وده اللي كنت هسالك عليه دلوقتي. هل لان انا شايف صعوبه بالغه الحقيقه في يعني مثلا عندك الجزء الوسيط بيقولوا دو 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 فوق بالظبط كده، الكلام ده استشار كمانجاتي فكرك؟ يعني استشار كمانجاتي او عايز يفشلوا قال لهم اخوانا كانوا مجموعه واحده، كانوا جروب واحد، حتى يعني بما فيهم المرحوم عبد الحليم بما فيه كلهم كانوا بيتجمعوا يستشيروا بعض اكيد. فاكيد استشار الكمانجات. ثم فتح لنفسه في النص منطقه كادنسا، منطقه منفرده يعزف هو فيها، لانه كان قانونجي، كان لحد وقتها ما سابش القانون الاستاذ فؤاد وكان بيعزف، فساب لنفسه تقسيمه، لكن على شرط ان الفرقه بتوصله للحرف اللي هيبتدي منه التقسيمه اللي هو حرف الدو، يروح داخل على الحرف اللي هم سلموه له، الحته الابتكار اللي عقل فؤاد الموسيقي الابداعي كان عقل سيمتري جدا، عقل متسق منظم، بيشتغل مربعات او مثلثات او مستطيلات، لكن على شرط ان يتحد الشكل. يعني البدايه مثلا هنلاقي مجموعه درف مصاريع، هتلاقي
تتتم تتتم، واحدة تحت واحدة فوق تت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 
طقطم ادي ضرفه. هو احنا في الدومينير سلم دو صغير نهاوند على درجه الدو، لكن بنتحرك كتير داخل هذا المقام او من هذا المنطلق، وعشان كده بما انها متعبه للعزف فتعالى ناخد المجهود كله في دفقه واحده من دقات قلوب الاخوان جميعا في موسيقى دقات قلب. ولأنها سهرة بتتكلم في المقام الأول عن المزيكا بكل فروعها، ما كانش ممكن لا نغفل ولا نتغافل عن الموسيقى الغربية. الموسيقى الغربية في الحقيقة بقت في عقولنا وبقت في قلوبنا، ما نقدرش ننكر أنها جزء مهم جدا في تكوين الوجدان المعاصر العربي حاليا. وعشان كده كان من أعز ضيوفنا هذان الضيفان. هنا اللي هنسمعه دلوقتي ده توزيع ناير كله تمام. حتى بنيت على الكورد بروجريشن، بنيت على على النظام الاكوري بتاع الغنوه الاصليه ناير، ولا اتصرفت من عندك؟ لا، ما بقدرش استحمل اسيب حتت ما زودتش فيها بصراحه. لكن طبعا شباب يا ابني، يعني اهم حاجه طبعا في الموسيقى النابوليتانيه يعني الالتزام في حاجه اسمها النابوليتان كورد اصلا. أي. يعني الكورد النابوليتاني، الكورد بتاع نابولي يعني لازم اعدي بيه. تسمح نسمع النابوليتان كورد البروجريشن بتاعه ماشي ازاي؟ اوكي، لو انا في المنطقه، لو انا هنا اهو، الكورد النابوليتاني هو ده.
الله 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 الله. طب صدق بالله انا كنت بعمله ما كنتش اعرف اسمه ايه. جميل جميل جدا. اذا هنسمع اوسوليميو من اي تونالتي من اي سلم؟ من سول ماجر. من سول ماجر. دكتور والعزيز صادق تسمحوا نسمع الغنوتين الجمال دول؟ Saw you with your heart so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. الموسيقى الراقصة، الموسيقى اللي تسبب وجودها في رقصات التانجو، الفالس، السامبا، الرومبا، ما كانش ممكن ان احنا نسيبها اطلاقا، ما كانش ممكن نتكلم عنها ونحللها، كان لازم اقصد اقول نتكلم عنها ونحللها من خلال هذه السهرة. والحقيقة هنا اسمحوا لي اتقدم بشكر وافر وكبير جدا للعزيزة، للأخت العزيزة والصديقة العزيزة دكتورة ماجدة عز على الجهد اللي فعلا بذلته معانا لتحقيق هذه الرؤية الموسيقية. تعالوا نتفرج على حاجة من اللي عملتهم ماجدة عز.
وبما اننا سهرة تلفزيونية موسيقية وبنهتم وبنتتبع افكار الرواد في شتى المجالات، فكان لازم نتتبع افكار الرواد، او على الاقل من باب اولى ان نتتبع افكار الرواد في مجال مهم جدا في تخصصنا اللي احنا بنتكلم فيه ده، وهو مجال الاغنية. ولكن اية اغنية؟ الاغنية التلفزيونية. كان هناك رواد بدوا هذا الكلام من اول ما اتفتح التلفزيون سنة 60، وربما من قبلها جهزوا بعض الاعمال. وعلشان ندي هذا الموضوع حقه، الحقيقة ما كانش ممكن اكون لوحدي في التقييم والحكم على مثل هذا الامر، عشان كده شاركني احد اصدقاء العمر في تقييم وتقدير هذا الموضوع. تيجوا نتفرج على حتة كده من الحكاية دي. مغنية جامدة ومغنية فظيعة. لقاء السريع ده بتاع المزيكا معبر عنه عندك في الصورة؟ في الأداء، في الأداء مش في حركة الكلام. أيوة. لأن الفترة دي كانت بتتسم نقول ايه، البطء شوية، مش الإيقاع اللاهز بتاع يعني نقول في الميزانسين بتاع الحركة نفسه يعني. بالظبط، في الميزانسين الحركة واستغلاله للممثلين. أنا مش جايب الممثلين مجرد انهم قاعدين كده، لا، بيعملوا شغل معاها. يتوزع عليهم ورق وبتشرح لهم ملحق. وهم بيعملوا افهات وحركات ممثلات فشغالين معاها في نفس ال هي بتعلم هي قبلتي شغاله تمام. نشوف بقى حكايه الكرتون واستعماله، هل كان هو جديد بالتاكيد كفكره ولا ايه في الفتره دي؟ شيء أيوة. مبتكر جدا الحقيقه، وهو مش خارج منه عبثا يعني. هو مش كده اي كلام راح قاطع وراح على، لا، ده خلاها تروح عند لوحه موجوده على الحيطه على الفندي وبتغني لها، بتغني وهي بتشوفها يعني. وبعدين بيخرج من اللوحه دي على الكرتون نفسه. نشوف ده خالد بعد اذنك. تبري وصيله وامتحني وقولي له انا عايزه منك برهان، والبرهان يلزم له ضمان. اسمع مع الفولكلور، دخل مع اللوحه نفسها انيميشن، اللوحه بتغني لها، يخش جوه الانيميشن. هو عامل فريم من نفس الانيميشن اللي هو بيعرضه، بيغنوا الفيلم ده، يخش جوه الفيلم الموفي نفسه. يعني بيلاقي له مبرر، بيلاقي له مبرر. مبتكر، فكره مبتكره جدا في الفتره دي، وشيء متطور جدا الحقيقه. ما هوش مش عبثا يعني، مش عاملها كده نام فصحي فقال اعمل كده، لا. اعمل لها حلولها، اعمل حلول. تكوينات مريحه جدا للعين على فكره. جدا. هو يعني الراجل ده سابق عصره بقى ولا ايه؟ ولا محمد سالم؟ قطعا. يعني هو اخترع اغنيه تلفزيونيه. يعني اذا جاز التعبير، وقلنا انه فعلا اخترع الاغنيه التلفزيونيه، واول من اخرج اغنيه تلفزيونيه وقدم للتلفزيون اغاني. المكان ده هو، يمكن مش هكذب عليكم ومش هبالغ لو قلت لكم انه يمكن يكون اعز مكان عليا في الديكور ده كله. ليه؟ لانه اللي فيه حاجتي انا يعني، السماعه دي صاحبتي، الكيبوردات دول بتوعي، البتاع ده الله يخرب الكمبيوتر ده مسبب لي مشاكل في حياتي. تعرفين انه دعيت ربنا قبل ما نفذ السهرة دي كتير قوي، علشان اقول له يا رب اديني الفكر والقوة اني اعرف اوصل المعلومات الخاصة بالكمبيوتر بالذات وبالادوات الموسيقية الحديثة دي للناس. الحقيقة لانها قد كده ربما تبدو غامضة، وربما يبدو داخلنا احنا كشعوب عربية نوع من حب الاستطلاع مش عايز اقول العداء، لكن الوقفة الميتافيزيقية كده تجاه الكمبيوترات وتجاه الاجهزة والحاجات دي. كان من اهم اللي نفسي فيه في الدنيا ان تتاح لي الفرصة ان احاول ان اتصدى لتفهيم هذه الالات وامكانياتها، وايه اللي الكمبيوتر يعرف يعمله
للمزيكا في صناعة الموسيقى بشكل عام. حاولت، معرفش هنجح ولا مش هنجح، لكن الحقيقة حتى لو ما نجحتش كفاني شرف المحاولة. تسمحوا تتفرجوا معايا على احد محاولاتي. جزء مهم جدا يمكن ما كناش نحلم بيه من سنين، يعني مثلا لو انا بتكلم معاكم من 30 سنة ما كانش ممكن اطلاقا اني افترض حتى وجود هذا المؤثر اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. المؤثر ده اسمه النويز ريدكشن سيستم، نظام مخفض الضوضاء. ماذا يفعل هذا المخفض للضوضاء؟ ماذا يفعل النويز ريدكشن سيستم؟ هنشتغل على برنامج الموسيقيين نسبة كبيرة منهم بيحبوه، بالذات اللي بيحبوا يشتغلوا أعمالهم بإيديهم وحاجتهم بإيديهم. برنامج اسمه ساوند فورج. ساوند فورج بياخد العمل الموسيقي من أول التسجيل وحتى الإذاعة زي ما قلنا، مرورا بكل جوانبه اللي بتمشي في بين العمليتين. الفايل اللي بنجيبه دلوقتي أو اللي جبناه دلوقتي بالفعل هو فايل عليه قراءة بصوت الشيخ رفعت الله يرحمه. طب اشمعنى قراءة بصوت الشيخ رفعت؟ الحقيقة السبب واضح، ما انتوش هتلاقوا طبعا مثال حي نابض بـ 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 بالضوضاء الصوتية على التسجيل قد شريط الشيخ رفعت. نسمع الأساس بتاع الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل لها ما يسمى بالسيلكشن او بالاختيار. عملنا اختيار، نسمعها عشان نتاكد ان هي اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكبر بقى شكل الويف على الشاشه، واضح شكلها طبعا، خط مستقيم تخين. اوكي، ماذا يستطيع ان يفعل الكمبيوتر في هذا الامر؟ تعالوا دلوقتي نجرب بعيدا عن الدخول في التفاصيل، تعالوا نجرب المساله دي. نويز ريدكشن، زي ما اتفقنا احنا من الاول بنقول ان احنا هنخش على نويز ريدكشن سيستم. دخلنا النويز ريدكشن سيستم. انا هقول كابتشر نويز برنت، يعني امسك النويز برنت، شغل النويز برنت. هنشغل النويز برنت. تشيك يعني اشتغلت اهو. سيلكشن هقول له خد لي كل الفايل. خدنا كل الفايل. اوكي، وابتدينا بنشتغل دلوقتي. بيقول لي 30%، 50%، 70%، 90%. اتعدل كل قراءة الشيخ رفعت اللي على هذا الملف، اتعدلت بدون ضوضاء. نسمع سوا ونحكم بنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيحصل طبعا الحقيقة شيء مذهل، مذهل مذهل بكل المقاييس، مذهل مفيش كلام. على الأحوال علميا هذا كلام صحيح، أثبتناه دلوقتي قدامكم. لكن في نهاية المسألة هل هي ضرورة أو لا؟ الحقيقة يترك الأمر مرة أخيرة للذوق الشخصي بتاع المستعمل وبتاع المتلقي في نفس الوقت. أنا شخصيا بسمع الشيخ رفعت جميل وهايل بالطريقة دي من غير ضوضاء، ولكن أفتقد كثيرا رائحة الزمن، أفتقد طعم الماضي، بحس بتدخل أكتر من اللزوم للمكنة. عارفين حضراتكم، بحس إن أنا جبت بقرة دخلتها من ناحية طلعت بسطرمة من ناحية التانية. وتبقى كلمة مهمة جدا، أن عقل هذه السهرة وقلبها في المقام الأول عقل وقلب عربي صرف. لذا كان لابد من أن يتسع صدر وقلب هذه السهرة للأحبة والإخوة والأصدقاء والضيوف من المطربين والملحنين والموسيقيين العرب بشكل عام. ولأن جوهر هذه السهرة جوهر ثقافي، فكان لابد أن تتسع قماشتها الموسيقية لكي تحتوي كل المنطقة العربية. لابد أن تناقش هذه السهرة مثلا الدوبيت السوداني، المالوف التونسي، الموسيقى الأندلسية المغربية، موسيقى الخليج العربي، موسيقى الحضرمية، موسيقى الحجاز غرب المملكة، يعني موسيقى المنطقة الشرقية، الموسيقى في الكويت، في كل مكان
القدود الحلبية في كل مكان تتصوروه على هذه المساحة الشاسعة من وطننا العربي الكبير. عشان كده كان لازم يكون لنا ضيوفنا واخواتنا وحبايبنا زي حبيبتي دي. انا اتفقت معاكي انك هتغني لنا غنوتين وانتي جدعه وقلتي انك جايز تغني ثلاثه اللي انتوا عايزينه. انا نغني حتى 10، انت عارف معاك انت انا نغني. ربنا يكرمك. والاساس الاغنيه ما يحلاش غير معاك. الله يخليك. فشوف انت لما تكون انت موجود الواحد شنو يعني هتقولي لنا ايه بقى النهارده؟ انا اليوم لازم نقول اكتر من روحي بحبك لان من احلى الاغنيات يعني هي من هي هي من الحاني من كلمات عبد الوهاب محمد. وانا مضطر باعتباري هنا بحلل برضو الاغاني كعادتنا يعني اقول انها مبنيه بالطراز الاسبانيولي الدخول الاسباني صرف يعني. أيوة. وبعدين فتح لك مجال اكتر من روح. لا 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 لا. يا ترى استغليتي ده وشيختي فيه يعني سلطنتي انت؟ ليلى ديما في الحفله معايا محمود بدير ساعات وانت لما مره طلعت معايا سيدة انا بعيش فيها بنسى روحي. حتى ان انا اقترحت على الدكتور خالد قلت له عشان خاطر انا عايزه اعيد الحته دي اللي هو الادليب الاولاني في الاخر يعني في الفينالة يمكن في الفيد في كورال بيقول أيوة مزبوط اكتر مزبوط. فانت بتقولي عليهم اكتر. عايزه اقولها تاني يعني الله انا الله بقول الله عليها يعني فطلعت حلوه. احنا عملنا ده في الغنوه فاكره ايوه بالظبط. حطينا حتتين متضادتين من الغنوه ومن اكتر من روحي بحبك. بس انت عامل لها توزيع اكتر من روحي بحبك مهبني فيه يعني اللي هو الفرقه ورايا قاعدين يعزفوا في التوزيع وانا قاعده نغني في السجون. انا سايبك سايبك يا عيني من غير سند والفرقه فعلا بتشتغل الجمل المتعارضه. لا واللازمه اللازمه فيها توزيع رائع. الكمانجات يقول لك ده تمرين عمار الشريعي. تمرين الكمانجات بتاع عمار الشريعي. طيب هقول لك حاجه. شفتي تغيير المقام عن طريق وتصور وتصور الله لا 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 دي بقى انا بابا محتاره اغني جملتي ولا اغني جمله الكمانجات من كتر ما هي حلوه. هو كمان جديد انه الملحن يغير عن طريق الكلام ده يعني عاده نغير بلازمه. انما هنا لاني معتمد على مطربه فاهمه واعيه مفيش مشكله هقول وتصور خلاص بقينا في مقام تاني وخلصت الحكايه. والكلام كمان كان كلام عبقري ده بقى ده لوحده ده كوم تاني. عايز اقولك حاجة الغنوة دي من قوة معانيها وشكلها وتوزيعها وجمالها والله العظيم من الاغاني اللي صعبان علي اصورها لاني مش شايفة صور ممكن تنفع لها من كتر ما هي حلوة. كانت من مفارقات القدر العجيبة يا دوبك لسه مخلصين تسجيل معاه لسه فرحانين بيه لسه جوايا احساس بالزهو وبالفخر وبالسعادة انه جاني وحتى بالفخر وبالزهو وبالسعادة لنوع الحوار والحميمية اللي كانت بيني وبينه في هذا الحوار. ملحقتش اتهنى ملحقتش افرح الا وقرر القدر ان يسخر. سبق الاجل ما كانش فات 48 ساعة الا وكان هو رحل وسابني مش عارف اعمل ايه. والله مش عارف اعمل ايه مش عارف غير احس انه وحشني وكان نفسي قوي انه يكون معايا بيتفرج على سهرته وعلى اليوم اللي عملناه سوا وبيتفرج على الصدى اللي كان لهذا اليوم عند الناس. على الاحوال يعني ده امر الله واللهم لا اعتراض استغفر الله العظيم يعني قدر الله وما شاء فعل وفعلا ما عنديش كلام اقوله اكتر من كده. لكن يعني كان حظي ان اكون اخر من تحدث معه امام الميكروفون وامام الكاميرات. الناجحين حلوين والفاشلين كمان حلوين لانهم لهم بكرة. اياك يا عمار اللي بين الاتنين دول لا ناجح ولا فاشل ولا فاشل لا فوق ولا تحت لا شمال ولا يمين بس موجود موجود. ايه ده ما تفهمش. استاذ حسين لعبت الغنوة المصورة لتصوير الاغنية يعني اذكر لك اغاني جميلة جدا مع مدام نجات. سلام لو تفتكره. سلام. بتفرق دي عن السينما بتفرق عن انك تصور غنوة الفيلم يعني
الفيديو يفرق عن السينما. ايه بقى الفروق الرئيسية؟ الفروق الرئيسية هو حجم اللقطة كحجم. وبعدين ألفة اللقطة. التلفزيون لازم لقطاته تكون أليفة. ما تكونش زي السينما. السينما لها رهبة كده. انت لما بتروح السينما بتقعد مع ناس ما تعرفهمش. وانت اللي رايح بمزاجك ودافع فلوس. ودافع فلوس وبقت فلوس كتيرة دلوقتي. ولازم تركن ولازم يبقى لك سواق ولازم يبقى لك طباخ ولازم يعني شغلانة عشان تروح سينما. واخد بالك؟ ولكن فيها رهبة. ليه؟ انت قاعد مع ناس ما تعرفهمش وكله لابس وقاعد مستني. مستنيين ايه يا اساتذة؟ مستنيين الحدث اللي هيحصل. مستنيين وكأننا بنحتفل. مش بيقول لك حفل التلاتة؟ يعني ايه اشمعنى سموها حفلة؟ لأننا بنحتفل فيها. بنحتفل بهذا فيها الحدث. اسمع الله عليك. بنحتفل فيها بهذا العمل الفني. هتحتفل الساعة 3 ولا 6 ولا 9 ولا 12؟ هما كلهم حفلات. وفي ليت نايت شو دلوقتي. وليت نايت شو. السينما ده سحر. التلفزيون مش سحر. السينما ساحرة. ولكن التلفزيون ليس بساحر. التلفزيون اخوك، ابن عمك، والدك، والدتك، صاحبك. ده التلفزيون. ولكن السينما ده المدير، الوزير، الملك، الحاجات الكبيرة قوي دي اللي ما تقدرش تخش تهزر معاهم يعني. ولكن في التلفزيون مع الشاشة انت والشاشة بتهزر. ممكن تهزر يعني. تقصد انت بتبقى في حالة نفسية اهدى وانت مع التلفزيون وابسط؟ هو في فن في الدنيا بتتفرج عليه بالبيجامة الا التلفزيون؟ في فن في الدنيا يا عمار بتتفرج عليه وانت في السرير؟ سرير سرير يعني مش حتى في صالون، في السرير. قاعد بالبيجامة في السرير وراك مخدات وبتتفرج على عمل فني. عمل فني شكله ايه ده؟ شوف بقى، وانا لابس، وانا لابس الحذاء. ده مهم جدا. لبس الحذاء بيزبطك. عارف الحذاء وال 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 والحزام. حاجتين يزبطوا البني ادم. يزبطوه. يعني بدليل انك ما بتقعدش الا اذا كنت عبد الوهاب، ما بتقعدش في البيت بالحذاء. عبد الوهاب كان بالحذاء، ما عندوش شبشب. وطبعا سهرة بهذا المنطق وبهذا الشكل لا يمكن ان تخلو من المطربين الكبار المخضرمين بقى، التقال بقى، أصحابي وحبايبي وأقول إيه، وذاخرتي وسندي وجيلي. ويعني أقول لكم بأمانة يمكن 90-95% من هؤلاء الكبار شرفت بيهم كضيوف عليا في هذه السهرة. وطبعا بحبهم كلهم، طبعا بقدرهم كلهم. وقلت لنفسي يا واد قدم اللي يخطر على بالك لحظة ما بتقدم السهرة. والله العظيم هذا هو الكبير، المطرب الكبير الذي خطر على بالي في هذه اللحظة الآن. وربما لأنه كان آخر النجوم الكبار اللي سجلوا معايا هنا. هذا النجم الكبير جدا، إكسترا سوبر ستار، تيجوا نشوفه. هني هي تلحين مين الغنوة؟ تلحين حسن أبو الصعود. حسن أبو الصعود. والمقام الكرد طبعا. الكرد. صديقك العزيز ده. ايوه طبعا. حبيبك وقام الكرد ده. انا الحقيقه استوقفني حاجه في اول الغنوه دي يا خالد، الغنوه لو بتحب حقيقي. دخولها حسن ابو السعود عنده هوايه دايما يفسر الريتم بالمزيكا. يعني الريتم عندنا صعيدي، فتلاقي كمان جت داخله تفسره تقوله بالظبط. تيجي نسمعها، نبص للناس مع الناس كده نسمعها، نقول اللقاء الاول وندخل. لا من الدخول على طول، من الدخول. من الايقاع يعني. حاضر. سينيو. طب.
الله الله خلاص خلاص شكرا شكرا ربنا يخليكوا. هاني هاني كمان في ملحوظه برضو الحقيقه جميله من حسن كمان التصعيد الفجائي اللي بيعمله. يعني احنا لو بتحب حقيقينا انا قول كده قول كنت وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جري الجاي بقى وسط النار جري ورا الكلمه جري ورا الكلمه وفاجئنا عمل لفتت ودن عمل انتباه بالزبط لانه كان ممكن يقول له كنت انا وسط النار عشان يرجع تاني ويرجع تاني وما دار ما دخلك شر اه صحيح انما التصاعد التصاعد الفجائي ده لفت الودن مباشره أوي. أوي. وبعدين كمان الضرفه الثانيه عند مجدي النجار قصادها على طول برضه تات تات تا كان في ايه الطيار. في الطيار في الطيار ايوه خدمته برضه خدمته برضه لايقه كل ده لايق على خدم على خدم الملحن بالظبط نفس المود صح. طب انا لاحظت ملحوظه وانت بتقول لا 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 كان في توزيع وراك مين اللي عامل التوزيع؟ اشرف عبد اشرف عبد هو سافر مش كده ولا هو سافر وانت بتقول معاهم في البروفا قلت لهم حد يغني معايا يا جماعه بالظبط انت بتقول في نفس اللحظه اللي انا بفكر فيها بقول هو ليه متساب صح الاستوديو له منطق غير الحفله ما هدي المشكله بقى يا عمار فعلا يعني التوزيع اللي بيتعمل في الاستوديو شكل وطعم غير اللي بيتعمل في الحفله خالص لما بتيجي تنقل ده للحفله تحس انه ناقص زي ما كلنا سمعنا كده يعني الفرقه الكبيره دي بسم الله ما شاء الله تخلي ما تيجي تقول رد بس كده رد اللازمه تتم يعني تحس في حاجه ناقصه محتاج حد عايز ده حد يدفي حد يدفي طبعا حد الغنى وبسلطنة ودي مشكله على فكره الاغاني الموزعه دلوقتي ان التوزيع دلوقتي ما بقاش زي التوزيع زمان التوزيع زمان كان بي 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 بيجمل او بيحلي اللزم اللي بين الغنى لكن الغنى كله بتلاقي كل الفرقه بتغني مع المطرب واحده واحده النهارده لا النهارده حتى التوزيع بقى في الجمله الغنائيه كمان فطبعا ده ما ينفعش اللي بيتقال في الاستوديو لحد يسلطن طبعا احس ان انا لوحدي زي ما حسيت كده انتوا جايين شويه على على لا عشان عايز اقول لك عايز اقول لك ان انا في خناق مستمر مع خالد في الموضوع ده اقول له يعني على المسرح يا خالد يعني راعي المطرب برضه ما انا صاحبك واخوك وحبيبك يعني سلفه اربع يعني كمانجات سلفه اديني نصهم طيب بس ساعات بتتفهم غلط تتفهم ان الاوركستر ده كله مش قادر يقول لا 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 طبعا لا ما كلهم بسم الله ما شاء الله في قوات يعني لا 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 بس في الاخر بيخدم العمل والله بس انت كلاسيكياتك يعني فعلا عايز الجمله الميلودي هي اللي في الـ تعرفوا على الاقل انه في الفقره دي انا حظي احسن منكم انتوا الاثنين انا هقعد استمتع بيها طب ما تيجي نقعد انا وانت وخلصت السهره ولم يتبقى إلا أني أشكر كل من عمل معي فيها إعدادا تقديما صوتا صورة إخراجا طبعا وإلى أن ألقاكم زي دلوقتي الأسبوع القادم أتمنى لكم أيام هادئة وليالي هانئة وألحان سعيدة